اريد مشهد ياكم. شنو المشاهد؟ المشهد هو احنا كل ما اطب الصبح للمكتب يكون حجي نعمان متعارك وصاير عصبي. اوكي زين. ونازل على صفية زين لو علي كمال مسوي له مشكلة وياه وسايق عليه حجي نعمان. فلازم انا شنو يعني قصدك اذا صفية بالبيت تقب العيطة هي وحجي يعني يجي حجي نعمان معصب وضايق. يعني هواية ناس يطلعون من البيت مثلا معصبين وضايقين ومتعاركين البيت يطلعون الحرقة مالتهم بالشغل. هذا مو صحيح صح. حجي نعمان لا لا انا بالنسبة لي مو انا شوف خمس مرات انا قايل للعلي كمال الشاي انا اشربه بلا شكر. اي صح يجيب ويحط الشكر. اقول له كم مرة قايل لك انا لا تخلي شكر بيه يجيب لي خمس مرات. هذي قايل كمان مشكلة. أنا شايد هسه أيد يسوون مشهد. المشهد هذا بحتاجه جدا. يلا خلاص أنا حطب حدخل للمكتب أنت صاير عصبي. يا الله وأبدي أهدئ بيك زين. تروح تأخذ البقلاوة وتنهزم كالعادة زين. ما راح يطلع حب قيمة. أنا لازم وين يطلع؟ لا مو لازم في شيء حلو يعني. لا ما أحطك ما أقول له لا لا بس أردم ديدي على شيء حلو يعني على أساس ما أكل. هاي ما أقول له مشكلة. لا مو حلو. خوش يلا السلام عليكم شباب. هلا أخوي نوري. هلا مرحبا. ها شبيك حجي نعمان شكو علي كمال جيب لي الشاي. شبيك حجي نو شبيك حجي نعمان شكو هم قلب وجهك من الصبح. شو شلون تكلم بيا؟ انا بس ارد بديدي على لقمه بدا يخلي لي. اي هسه مو انت ما تعرف انت بيك سكر يعني انت مكلب بالبقلاوه والسكريات يجوز من عدا. وين اروح يعني؟ تنجطل؟ وين اروح يعني؟ هنا أنا انتم ما تخلوني اكل بس صفيه بالبيت ما تخلي لي اكل ما تقول لي انا شو اكل. وين اروح؟ لا اله الا الله. اي يابا غير يخافون عليك غير يخافون عليك يا حجي نعمان يا معود اهدى. قول يا الله اهدى اهدى. انا كل شيء ما يصير علي أنا المصارع العالمي كل شيء بيصير علي يعني كل شيء أكل. هذا شلون فد يوم يروح ينجطل وتجي وتعال تلاحق بي مستشفيات والمراكض. أبو يانا طب أبو يانا مو أبو يانا طب أبو يانا أبو يانا لك جابك هنا وين ياسر أسود حتى هنا لحقك حتى هنا لحقك ما يخليه لي هذا وين ما أروح هذا حتى بالمرقة يطلع لي هذا حتى تقول يا الله منطي المحروسة سيناء ما أنطي ما أنطي ما أنطي أنتوا بتعرفوا ما أنطي ليش ما تنطي ما أنطي هذه بنتي سناء هاي العزيزة المدللة أنا أنطيها لهيك واحد ما أنطيها لهذا أبي هذا أصلا